ما هو تنظير منظار القولون؟ منظار القولون هو إجراء يستخدم لرؤية داخل القولون والمستقيم باستخدام منظار مرن طوله 160 سنتيمتر وقطره 1.3 سنتيمتر. وفي نهاية المنظار يوجد عدسة مكبرة في حين يتم توصيل طرف آخر بمولد للضوء الذي ينقل الصورة لجهاز التلفاز. يتم إدخال المنظار من خلال المستقيم حتى القولون مرورا بالأمعاء. منظار القولون يمكن الكشف عن الأنسجة الملتهبة والقرحة والنمو غير طبيعي والسرطان، وهذا الإجراء فعال أيضا في تشخيص أي شذوذ في القولون. على سبيل المثال الهضم غير الطبيعي، القولون العصبي، والإسهال والإمساك المزمن، والبراز الغير طبيعي، وفقر الدم، وفقدان الوزن لأسباب غير معروفة، وآلام في البطن، ونمو أورام غير طبيعية في البطن، ونزيف من فتحة الشرج، أو وجود تاريخ في أفراد العائلة بالإصابة بمرض السرطان. كيفية التحضير لإجراء فحص منظار القولون؟ عادة الطبيب يعطي تعليمات عن كيفية التحضير لفحص منظار القولون، ويسمى هذه العملية إعداد الأمعاء. ويجب على المريض أخذ ملين أو حقنة شريرجية. يجب على المريض الامتناع عن تناول الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف على الأقل قبل الفحص بيوم واحد من أجل إعداد وتجهيز الأمعاء. قد ينصح الطبيب بأخذ ملين أو حقنة شريرجية قبل فحص منظار القولون. الملين أو المسهل هو دواء يزيد من حركة الأمعاء، ويجب أن يكون البراز خالي من الألياف ويكون اللون أصفر وشفاف مثل البول. والملين أو المسهل عادة يكون على شكل حبوب أو مسحوق يذوب في الماء. أما الحقنة الشرجية عبارة عن أنبوب صغير مصنوع من بلاستيك لين يدخل في فتحة الشرج ويضخ الماء أو محلول ملحي لتنظيف الأمعاء قبل فحص منظار القولون. ويجب على المريض الامتناع عن الأكل والشرب لمدة 6 إلى 8 ساعات قبل الفحص. يجب على المريض إبلاغ الطبيب بجميع الحالات بما في ذلك الحساسية من الأدوية أو المواد الكيماوية أو أي أعراض أخرى. ويجب أيضا الإبلاغ عن جميع الأدوية التي تناولها بانتظام بما في ذلك الإسبرين، أدوية التهاب المفاصل، سيولة الدم، أدوية مرض السكر، الأغذية الإضافية. يجب على المريض إحضار أحد الأقارب أو صديق حتى يستطيع مرافقته عند العودة إلى المنزل بعد إجراء الفحص، وعدم قيادة السيارة من 12 إلى 24 ساعة بعد فحص منظار القولون. ربما لا تزال هناك بعض آثار المهدئات والتخدير. أثناء فحص منظار القولون يتم وضع حقنة في الوريد تحتوي على مهدئ في ذراع المريض، يساعد على إبقاء المريض هادئا ومريحا. في حين أن المريض تحت التخدير، الطبيب والطاقم الطبي يتابعون ويرصدون العلامات الحيوية، النبض وضغط الدم ومستوى الأكسجين، ويتم ذلك أثناء منظار القولون ومرحلة الإفاقة. أثناء الفحص سوف يدخل الطبيب المنظار في فتحة الشرج ويظهر صورة تفصيلية للقولون من كاميرا فيديو تعرض على شاشة التلفزيون لمساعدة الطبيب أثناء إجراء الفحص. سيقوم الطبيب بضخ الهواء من خلال المنظار لتضخيم القولون، وهذا يجعل الصورة أكثر وضوحا، ويستخدم أدوات خاصة من خلال المنظار لمساعدة الطبيب بأخذ خزعات ووقف النزيف وإزالة النمو غير الطبيعي. وربما يشعر بعض المرضى بعدم الارتياح، ويحاول الطبيب بسحب وامتصاص الهواء بقدر الإمكان من خلال المنظار. بعد فحص منظار القولون، منظار القولون عادة يستغرق حوالي 30 إلى 40 دقيقة. بعد المنظار يتم نقل المريض إلى غرفة الإفاقة حيث ينتظر لمدة ساعتين تقريبا. خلال هذا الوقت قد يحدث الانتفاخ خلال الساعة الأولى بعد الفحص بسبب ضخ الهواء في الجهة اليسرى للبطن. سوف يشعر المريض بالتحسن بعد إخراج الغازات، وسوف تختفي هذه الأعراض خلال 24 ساعة.
إذا وجد الطبيب أي أنسجة غير طبيعية ويشتبه بأنها قد تكون ضارة خلال الفحص، يمكن أن يأخذ عينة فورا، ويسمى هذا الإجراء خزعة، وأنه لا يسبب أي ألم للمريض. وسوف يتم إبلاغ نتيجة الفحص للمريض للجهاز في نفس اليوم. أما نتائج الخزعة العينة عادة يستغرق يوم إلى 3 أيام. ما هي مخاطر المنظار للجزء العلوي للجهاز الهضمي؟ المخاطر المتوقع حدوثه أثناء فحص منظار الجزء العلوي للجهاز الهضمي: ثقب في جدار القولون، بما في ذلك حدوث نزيف بعد أخذ الخزعة العينة، وهذه المخاطر نادرة جدا. الرجاء مراجعة الطبيب فورا في حالة وجود هذه الأعراض: آلام شديدة في البطن، حمى، وجود دم مع البراز، آلام وضيق في الصدر، إرهاق وضعف.